مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وان اون وان. معانا النهارده واحد من اهم وكلاء اللاعبين في مصر، واللي قدر ان هو يعمل معامله صعبه، وهي ان هو يكون اشتغل مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك. قدر مع النادي الاهلي اللي اتعامل في علي معلول ومارتن يول، وقدر في نادي الزمالك ان هو يكون مع كروس واسوريو، واخيرا بوبينزا اللي كل الناس بتتكلم عليه. معانا النهارده محمد الحبشي. دلوقتي بقى نبدأ من القصة الأبرز واللي جماهير الزمالك تحديداً عايزة تعرفها، بوبينزا. عايزين نعرف بقى منك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. احكي لنا بقى الحكاية كده من الأول، إيه اللي حصل؟ بوبينزا إزاي عرضته على نادي الزمالك؟ وطبعاً بنهاية القصة اللي هو دلوقتي بقى في نادي بوخارست الروماني. هي قصة ببساطة إن احنا تواصلت مع بوبينزا، لأن هو الراجل كان في أمريكا بعد نادي الشباب، وكان حابب يرجع للشرق الأوسط تاني والسعودية تاني والميدل إيست بصفة عامة. وتواصلت معاه وتكلمنا، وكان في اهتمام من نادي الأخدود السعودي، وابتدى يبقى في تفاوض ما بيننا وما بينه، نوصل لصيغة اتفاق ما بين النادي وما بين اللاعب. ويعني في الآخر ما اتفقناش، حاولنا نشتغل على حاجات تانية مع بعض لغاية ما جت فكرة نادي الزمالك. كلمته على الموضوع وكلمته طبعا المقابل المادي في نادي الزمالك مش هيبقى نفس المقابل المادي اللي هياخده في السعودية، لكن في حاجات كتيرة في نادي الزمالك مختلفة، كجماهيرية، كنجاح، كبطولات. الفكرة عجبته، وابتدينا نتحرك عليها، وابتدينا نشتغل، واتكلمنا مع نادي الزمالك، ووصلنا لصيغة عقد اعتقد كانت محترمة جدا ما بين بوبينزا ونادي الزمالك. كان الكلام مع مين في نادي الزمالك؟ كان مع كابتن حسين لبيب، الاستاذ عمرو ادهم، وكابتن احمد سليمان. وابتدينا نتحرك في الموضوع، وبعتنا عرض رسمي للولد وبالشروط اللي اتفقنا عليها، وهو وقع. العرض كان 3 سنين صح؟ كان مظبوط 3 سنين، 800,000 دولار، 900 مليون وشويه صح كده؟ مظبوط. تمام. كان في حاطط مثلا حاجات معينه، اللي هو لو هداف الدوري او توج ببطوله دوري ابطال افريقيا او كده؟ شوف، هو اولا ان بوبينزا كان في السعوديه او في حتى هو في امريكا كان ارقام اللي بياخدها ارقام كبيره جدا. كان كام مثلا؟ كان بيتعدي 2 مليون دولار. لما وصل نادي الزمالك ووصلنا للارقام دي، طبعا حطينا مكافئات تقدر تعوض، بس مع الاداء مع البطولات مع كل حاجه. واعتقد ان دي كانت صيغه كويسه للنادي واللاعب. يعني فجاه بوبينزا كان جاي، كان تقريبا اول مره كان جاي يوم الجمعه طياره، بعد كده تم الحجز يوم الاحد، بعد كده يوم الاربع، بعد كده بوبينزا مش موجود. بعد كده كان احد الصحفيين تقريبا في الجابون كان عامل مع حوار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ببساطه ان احنا من الاول كنا عايزين الموضوع يبقى في سريه تامه، وبداية المفاوضات لحد توقيع العقد كان في سرية تامة، محدش يعرف أي حاجة. لما ابتدى الخبر يتسرب، ابتدت أطراف كتير تدخل في الموضوع، ابتدت أطراف كتير تهدد الولد، ابتدت أطراف كتير تخوف الولد من نادي الزمالك إن دي خطوة مش صح، ضغوطات من كل حتة، لغاية ما دخلنا بقى في الدايرة دي إن هو مش هيجي، إن هو بيدخل في نادي تاني، في عروض تانية، في كل حاجة هي اللي وصلتنا دي. التهديد بقى كان من مين؟ عشان طلع كلام إن في احد اعضاء مجلس الاداره في المجلس الحالي هو اللي بعت لبوبينزا ان هو ما تجيش نادي الزمالك، وكلام تاني مجلس الاداره السابق هو اللي بعت لبوبينزا النادي عليه قواضي ما تجيش مش هتاخد الفلوس. الحقيقه فين بالظبط؟ انا ما اقدرش اقول مين اللي بعت، بس الواقع ان الولد جاله حاجات بمشاكل بقضايا النادي الزمالك. يعني في حد بعت له؟ طبعا في حاجات من مصر. انا ما اعرفش هو مين بعت، بس هو بعت لي حاجات مبعوته له. بعت لك بس ما قالكش ده من مين مثلا؟ لا ما قاليش طبعا، بس بعتت له حاجات ان هو جات له نادي الزمالك والمشاكل والفيفا والقصه وما تروحش هنا وده غلط وكل الكلام ده كله. وطبيعي لما اللعيب عنده عرض فبقت الانديه تانية كمان عايزاه، فاهم؟ اي بي سي في المفاوضات ان انت لازم تبقى في سريه تامه لغايه ما اللاعب تتمضي والولد يكون موجود وكل حاجه. تمام. طب انت كان ردك ايه عليه؟ لا، وضحت له ان كان في مشاكل والمشاكل اتحلت واحنا في مرحله جديده في النادي والناس كلها ملتزمه ومفيش اي حاجه يقدر يقلق منها او يخاف منها. يعني هو في الاول في الاخر جاي نادي كبير ملتزم بتعاقداته بكل حاجه، فما كانش في مشكله في الموضوع ده. يعني تمام. عايزين بقى نعرف، هل بوبينزا مضى على عقد مع نادي الزمالك؟ يعني العقد ده كان ايه؟ عباره عن ايه برضه؟ عشان الناس مش عارفه. يعني كله بيقول بوبينزا مضى، وناس تقول ده هو مضى على عقد الكتروني ومضاش على العقد الخاص بالاتحاد المصري، فاذا هو مش لاعب لنادي الزمالك. فالموضوع الموضوع ببساطه ان لما يتبعت عرض رسمي في كل العناصر المطلوبه بكل تفاصيل
اللي هتبقى موجودة في العقد، واللاعب بيوقع عليه بيعتبر ان هو عقد ملزم للطرفين. يعني اتبعت العرض اللي هو اللي كان هيمضي عليه هنا في مصر بالظبط، مش عقد اتحاد الكورة. عقد اتحاد الكورة ده شأن داخلي للاتحاد المصري لكرة القدم، لكن اللي ملزم ما بين الطرفين ده تم توقيعه ما بين نادي الزمالك وما بين اللاعب، اللي هو العرض الرسمي اللي هي بصيغة اتفاق في كل التفاصيل والعناصر المطلوبة الموجودة تكون موجودة في العقد. حلو. وده بيحول العرض لشيء ملزم للطرفين. يعني مثلا ما فيش شرط ان هو العقد ده هيتفعل لو انت جيت عملت الكشف الطبي في مصر، او العرض ده العقد ده هيتفعل لو انت جيت ووقعت على العقد المصري. الموضوع ولا ايه بقى؟ موضوع الكشف الطبي ده شيء او نقطة عشان النادي بتأمن النادي. تمام. مش من حق اللاعب يفسخ بيها. بيحصل في اوروبا مثلا يبقى في نادي او لعيب عقده بينتهي في شهر 6 مثلا. تمام. وهو يوقع في يناير. في يناير هو بيوقع، ومن حق النادي ان هو يوقع، وقانونيا النادي حقه يوقع. لكن لو جف في شهر 6 ما عداش الكشف الطبي النادي من حقه يفسخ. فدي حاجه بتامن نادي الزمالك وبتامن النادي، مش من حق اللاعب ان هو يفسخ بيه. طب هو التوقيع ده كان بالفيديو مثلا، او يعني مثلا احنا مثلا شفنا فيتوريا ساعه ما كابتن حازم امام راح له البرتغال الفيديو كان بيوقع العقود. هل بوبينزا وقع مثلا بالفيديو او مثلا على طريق الزوم قدامك على الزوم؟ لا هو وقع. ولا كان الموضوع هو وقع وارسل التوقيع ده والعرض ده من الايميل الرسمي بتاعه للايميل الرسمي بتاع نادي الزمالك. اوكي. بس الموضوع كده خلاص. وده شيء قانوني وده الطبيعي في توقيع العقود الالكترونيه. السؤال بالنسبه لجماهير نادي الزمالك كانت بتساله، ليه ما حدش سواء وكيل انت اعتبرك ان انت وكيله في الشرق الاوسط او حد من مجلس الاداره سافر ليه مخصوص خلاه يوقع؟ هو اولا انا مش وكيل في الشرق الاوسط. تمام. انا كنت اللي موجود يعني بخلص الموضوع ما بينه وما بين نادي الزمالك. النقطه ان احنا كنا خلصنا كل حاجه. يعني هو الوكيل اللي... طب وكيل المكلف في الشرق الاوسط مين؟ شركه مثلا؟ انا ما اعرفش، لان انا لما سالته وابتدينا الكلام هو وضح ان هو ما عندوش وكيل. هو بوبينزا. بوبينزا. تمام. وطلب ان الموضوع يبقى في سريه تامه وعايز يخلص كل حاجه ويكون موجود في مصر. فهو ما قالش ان هو ليه وكيل وما تعاملناش ان هو ليه وكيل. وخلصنا كل حاجه مع بعض، حتى هو وقع مباشره من غير ما يبقى فيه وكيل او يطلب اي حاجه، وخلصنا الموضوع لنادي الزمالك. وبعدين بقى حصلت المشاكل الاداريه. طب وعدم سفر ليه اي شخص سواء؟ ان انت كنت خلصت كل حاجه. ما هو انت بتسافر عشان توقع او عشان تتفاوض. حلو. احنا تفاوضنا ووقعنا خلصنا كل حاجه وبعتنا تذاكر الطيران، والولد كان المفروض خلال 48 ساعه يسافر. بس في خلال ال 48 ساعه او 72 ساعه اللي هو المفروض يسافر فيهم حصل التسريب اللي حصل، وبقت السيكونسز اللي حصلت بعد كده لغايه ما وصلتنا لده. تمام. اتقال ان الشركه المالكه ليه اللي هي كانت في فرنسا اتقال ان هو جاله تهديد بالقتل ليه او لاحد افراد اسرته. ما اقدرش اقول ده حصل او ما حصلش، لكن طبعا كل اللي حصل معاه بالنسبه لي شيء غريب. يعني دلوقتي بقى نادي الزمالك المفروض كان اخذ واعلن رسمي على صفحته الرسميه نادي الزمالك على الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي ان هو خلاص اخد البطاقه لبوبينزا. تمام. المفروض كده البطاقه موجوده في مصر. بعد كده نادي بوخارست الروماني اخد البطاقه عادي وبوبينزا بيلعب، لعب 4 ماتشات ودخل تقريبا هدف. ازاي بقى؟ هو اولا التيم اس اللي بيجي عنده عن طريق البطاقه الدوليه. تمام. شيء مرتبط باتحاد الكوره والاتحاد الدولي، ما حدش يقدر يلعب فيه. انت بتحط اوراقك كامله، بتتم الموافقه من الاتحاد اللي كان فيه البطاقه واللي هو هنا الاتحاد الامريكي عن طريق الفيفا للاتحاد المصري. فما فيش حاجه تقدر ان انت تجيب منها البطاقه منك لنفسك. اوراقك سليمه، بتحط الاوراق كلها على السيستم، بيتم الموافقه، بتجي لك البطاقه. ده اللي حصل مع نادي الزمالك. فلكن الموضوع بعد كده لما الولد وقع لنادي تاني ابتدى يبقى فيه نزاع قانوني. فالفيفا اول حاجه بالنسبه له مصلحه اللاعب ان هو يلعب لحد ما نشوف القضيه توصل لفين، وده اللي حصل. طب والزمالك بقى دلوقتي بعت يعني خلاص قدم اوراق وشكوى في اللاعب ولا لسه؟ انا يعني المعلومات ان نادي الزمالك بيتحرك وبيجهز كل حاجه، ملف كامل القضيه. هل الموضوع بقى فيه قضيه رسميه او لا انا ما اقدرش اعرف، ده حاجه يوصل عن نادي الزمالك. لكن اعرف ان نادي الزمالك بيجهز كل حاجه وبيحضر كل حاجه عشان يرفع قضيه ويحافظ على حقوقه. يعني اتقال ان المدير الفني البخارست هو السبب ان هو يكون موجود هناك، الكلام ده صح؟ ما اقدرش اقول المدير الفني ولا لا. يعني انا شايف ان السبب اللي حصل ده كله من تم تسريب الخبر، فبقى في بروباجندا حوالين الولد، فجت له عروض تانية مع الضغوطات وصلته لكده. بس برضه انا اقول لك سؤال برضه اعترض على تسريب الخبر.
اي صحفي او اي مكان في العالم طبيعي ان انت بتسرب يعني بتعرف تفاصيل الخبر. يعني اي نادي مثلا ريال مدريد بيكون عايز لعيب في امريكا الجنوبيه عنده 17 سنه بيكون عارف اللي هو هيجي ويروح يتفاوض معاه والعالم كله عارف ما بيحصلش حاجه. بص فيعني فكره اللي هو تسريب الخبر اللي هو يبوظ الصفقه انا شايف بعض الشيء ان هو يجي ان هو التسريب هو سبب بوظان صفقه شايف ان ده ممكن شيء بعيد. بص لك على حاجه انا وانا بتفاوض مع لعيب ممكن في مرحله معينه انا عايز اقول للاعلام حلو صح جدا عشان انا بعرف اللعيب ده كويس او لا وهاخد الباور من الجماهير ولا لا بس تمام وفي مرحله معينه المفروض ما نتكلمش فيه لغايه ما اخلص بس انت بتقول ان كان العقود اتمضت بالفعل يعني كل حاجه خلصت. شوف هقول لك على حاجه في صفقات لازم تخلص فيها كل حاجه قبل ما تتكلم عليها فاهم خصوصا ان ممكن تكون صفقه كبيره صفقه هتفرق معاك او هتعمل فيها اي حاجه فالصح او التفاوض الشكل التفاوضي السليم ان انت ما تتكلمش في اي حاجه غير لما تخلص فاهم ومين اللي في ايده ان هو يقول او ما يقولش نادي فاهم الاطراف اللي في الموضوع مش بس فهو الموضوع اتسرب انا ما اعرفش عن طريق ايه وده انا وجهه نظري ان هو ده بدايه المشكله يعني. بس انت بتقول ان اللعيب كان بالفعل وقع على العقود طبعا ما هو طب التسريب هيضر في ايه دلوقتي ما هو وقع انا بالنسبه لي الدائره كلها لازم تتم تمام انت لما اللعيب بيوقع انت ضمنت حقك القانوني انت عايز الولد يكون موجود وعايز يكون بيلعب عايز فعلا وهو يكون موجود هنا في القاهره طبيعي فاهم اقصد ايه وفي صفقات كتير جدا في العالم لما هي تسربت او تعرفت الموضوع باظ فاهم اقصد ايه يعني ساعتها معناه اللعيب يعني هو اللعيب مضى عقد هل هيطلب مثلا طلبات ماديه اعلى مثلا لو هو لا ما انت عايز اقول لك على حاجه ما هو في اطراف كتير بتخش في الموضوع طبيعي يعني انت في مفاوضات اطراف كتير تدخل في الموضوع اطراف كتير تحاول تبوظ لك الموضوع تحاول وده الواقع اللي حصل. اتقال برضو ان بوبينزا تم عرضه على النادي الاهلي قبل نادي الزمالك وكولر هو اللي رفضه الكلام ده صح؟ لا ما عنديش معلومه ان كولر رفضه او لا هو اتعرض على الاهلي؟ احنا اتكلمنا فيه مع النادي الاهلي لكن ما خدناش يعني ما كانش فيه خطوات حصلت فيه يعني بس انت عرضته على النادي الاهلي يعني تم عرضه على مين؟ عرضته على النادي الاهلي يعني من المسؤولين في النادي الاهلي يعني تمام وما جالكش رد مثلا؟ ما كانش ساعتها اولويه ان النادي الاهلي يجيب مهاجم يعني هو القضية لو في حكم لصالح نادي الزمالك الزمالك هياخد العقد بتاع الثلاث سنين؟ اعتقد قانونا انت بتطالب بالثلاث سنين وحسب بقى المحكمة تحكم بايه؟ شايف نسبة نجاح الزمالك في القضية كام في المية؟ وجهة نظري ان هي 100%. طيب لو الصفقة يعني الزمالك اتحكم الحكم لصالحه ان بوبينزا لازم يدفع فلوس نادي الزمالك، انت كوكيل يبقى ليك النسبة ولا كده خلاص؟ ماليش نسبة ولا حاجة ماليش علاقة لا. لا طب ما انت يعني انت اللي جبت اللعيبة والمفروض يبقى ليك نسبة فدلوقتي في حكم. بص انا بتعامل مع الاندية او شغلي انا بتعامل بطريقة مختلفة شوية ان انا بحاول اكون مكان الشخص اللي بياخد القرار، اكون اكتر مستشار للشخص اللي بياخد القرار، احاول اخد القرار الصح اللي وانا مكانه اعمله. فاهم اقصد ايه؟ احنا بنشتغل في شغل يعني في لونج تيرم ريليشن شيب زي ما بيقولوا فانت بتحاول تحافظ على اسمك بتحاول تحافظ على نجاحك فانت ما بتحاولش تعمل اي حاجه غير المظبوط وزي ما بيقول الكتاب وده اللي انا عملته مع نادي الزمالك في موضوع بوبينزا. هندخل بقى الملف تاني وهو ملف اسوريو. ازاي اقنعت مجلس مستشار مرتضى منصور باسوريو؟ شوف خلينا نبقى متفقين ان اسوريو مدرب كبير طبعا دي حاجه ما نقدرش نتكلم عليها. شغله في كاس العالم مع المكسيك بيتكلم عن نفسه ده حقيقه مدرب عنده فكر وفلسفه. انا شايف ان هو اتظلم في تجربته وتجربته نقدر نقول هي مش مكتمله مع نادي الزمالك او هقول لك ليه. احنا في بدايه ان احنا نتفاوض مع اسوريو اتكلمنا وعملنا كذا زوم وكذا كونفرنس كول وكان الراجل واضح وصريح ان انا راجل عندي فلسفه وان انا عايز اطبقها وشرح شكل فلسفته تمام فكان كانت لمين؟ الاستاذ امير مرتضى وكابتن احمد حسام ميدو هم الناس اللي كانت موجوده معانا في الزوم وشرح كل التفاصيل وكان الاتجاه ان الراجل كان موجود شهر 4 هنشتغل نبتدي نحط الفكر ونبتدي نشتغل الثلاث شهور دول لغايه شهر 7 شهر 7 فيه انتقالات هنبتدي نتحرك بالطلبات اللي هنعمل تناسب طريقته اللي حسب تناسب طريقته وتناسب فلسفته ولكن للاسف حصل ان جه وقف قيد نادي الزمالك ونادي الزمالك ما قدرش يتعاقد مع اللعيبه اللي قدر تقدر تطبق فلسفته وما حصلش النتائج المرجوه لكن هو كمدرب كشغل انا شايفه من اكبر المدربين اللي دخلوا مصر يعني مش محتاج ان احنا نقيمه يعني احنا برضو في الدوري المصري واللعيب المصري والكره المصريه احنا بنحاول نحافظ على شكل لعب او طرق لعب معينه
لو تفتكر احنا زمان كانت الفرق كلها بتلعب 3-5-2، اول ما الفرق ابتدت تلعب 4 سواء 4-4-2 او 4-2-3-1 حصل صدمه، وكانت الناس اللعيبه مش متقبله والناس مش متقبله. حتى انا افتكر ان الفتره دي كان كابتن طارق العشري مع حرس الحدود ابتدى يخسر، وبس كان في ثقه ان هو يكمل لغايه ما بقى في طريقه وابتدت الناس تتجرأ انها تغير الموضوع. احنا الناس لغايه دلوقتي شايفه ان في طرق معينه هي اللعيب المصري يقدر يأديها، مش قادره تطلع بره القالب ده او تشوف ان في تغيير ممكن يحصل، وانا شايف ان دي مشكله. طب ايه ابرز المشاكل بقى اللي واجهت اسوري عموما اللي هو ما يقدرش ينجح مع نادي الزمالك؟ يعني تقول لي في كذا في الفتره مشكلة. دي كان في مشاكل ماليه طبعا، يعني هل ممكن اللعيبه ما تنزلش تلعب بسبب ان ما بتاخدش فلوس؟ مش ما تنزلش تلعب، بس انت شايف ان اللعيب برده في الاول في الاخر بني ادم عليه التزامات، ممكن يقعد فتره لظروف ما فيش مرتب، المدرب نفسه ما فيش مرتب. هل بالفعل ان الكابتن احمد حسام ميدو كان دفع ايجار شهري لاسوريو في وقت من الاوقات؟ لا مش عارف المعلومه، ما اقدرش اقول فيها حاجه. اتقال كده في فتره من فترات ان كان هيتم طرده من الفندق بسبب ان الزمالك ما بيدفعش فلوس، وبعد كده الكابتن احمد حسام ميدو تقريبا اجر له تقريبا شقه في زايد او لا حاجه كده. لا لا, 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 لا كلام كتير، وانا عايز اعرفه منك ده صح ولا لا. لا غلط. هو كان راجل في اوتيل وخرج من احد الاوتيلات اللي نادي الزمالك بيتعاقد معاها، وطبيعي بعد الاوتيل لازم يروح شقه يعني. ماشي، يبقى اول حاجه كانت المشاكل الماليه. تاني حاجه طبعا بنتكلم فنيا، ان وده مش في نادي الزمالك ده بصفه عامه، ان اللعيب المصري مش عندوش تاسيس تكتيكي سليم في حاجات كتير، وما عندوش تاسيس بصفه عامه سليم، فاهم؟ فده برضو بيأثر ان انت تغير فكر اللعيب، تغير طريقه لعب او تعمل اي حاجه. انا شايف ان دول اكتر حاجتين، مع ان كان في وقف قيد فما قدرتش تعمل انتقالات وتجيب اللعيبه اللي انت عايزها. بس هو حد ممكن يجي يسال سؤال اللي هو طب انت بتقول تاسيس مش متاسسين صح، في نفس الوقت جوميز موجود في الزمالك قدر ان هو ياخد كونفدراليه وسوبر افريقيا، هترد تقول له ايه؟ لا انا هقول لك ان كل واحد ليه طريقته وليه فلسفته. تمام، هل فلسفه جوميز مختلفه تماما عن اسوريو؟ هل جوارديولا هو سيميوني؟ دي فلسفه وطريقه ودي فلسفه وطريقه، ودي بتحتاج نوع لعيبه ودي بتحتاج نوع لعيب، فاهم؟ هل مورينيو هو جوارديولا؟ كل واحد دي طريقته. هل كلوب هو سيميوني؟ كل مدرب ليه وجهه نظره وليه طريقته وليه فلسفته اللي هو بيؤمن بيها وعايز يطبقها. برضو في فتره من فترات على السوشيال ميديا اتقال ان اسوريو بيشرب كحوليات خلال المباريات، وكان في ازازه كده في احدى المباريات قال لك ده كحوليات، ردك ايه؟ طبعا حاجه مش منطقيه خالص يعني. طب وانت في الموضوع ده اتكلمت معاه او حاجه، ولا ما في حاجه زي دي ما بتتكلمش معاه فيها؟ لا بنتكلم في كل حاجه، بس لما الناس قالت الكلام ده كنا حاجه بنضحك عليها يعني، مش حاجه منطقيه يعني طبعا يعني خالص يعني. راجل محترف ووصل للسن ده هيجي في الفتره دي، حاجه مش منطقيه ان احنا نتكلم فيها ونتناقش فيها طبعا خالص يعني. في احد البرامج دونجا طلع قال بعد الكونفدراليه، قال ان احنا في ماتش ارتا سرار اللي هو كان الزمالك خسران في الشوط الاول 1، قال ان هم كلاعيبه اتكلموا مع بعض اللي احنا مش هنلعب بطريقه اسوريو وهنلعب بلعبنا احنا، وقدروا ان هم يكسبوا حتى بعد المباراه عشان الجمهور كان بيشجعهم، قالوا لاسوريو تعالى، قال لهم لا انا مش جاي، انتوا لعبتوا بطريقتكم. الكلام ده ايه؟ يسال عنه، انا ما اعرفش عنه حاجه. انا هو يعني انا ما اعرفش عنه حاجه، هو لو عملوا كده يبقى هو يسال عنه، انا ما اعرفش. اسوريو بعد ما خلاص هيمشي من نادي الزمالك قال لك ايه؟ كتجربه بشكل عام، وشايف هو نجح ولا ما نجحش، ولا ايه اللي حصل ما بينكم؟ شوف، هو حاسس زي ما انا قلت لك ان التجربه مش كامله، لو الظروف كانت احسن سواء من ان القيد كان مفتوح وجبنا اللعيبه اللي هو محتاجها، او من ناحيه الـ الامور الماليه كانت ماشيه بشكل احسن، كانت في حاجات كتير هتتغير. وبعدين عايز بس اقول لك برضو ان كان في فتره انتقاليه، مجلس مشي ومجلس جاء، فكانت الفتره كلها صعبه. بس فهو حاسس ان لو كانت الاوضاع اسهل او احسن او استقرار كان اكتر، كانت الامور كانت ممكن تبقى احسن، وكان ممكن يعمل نجاح اكبر. كان شايف مين من اللعيبه كان ممكن يعني شايف ان هو بيتطورش من اللعيبه يعني؟ هل قال لك على اسماء معينه؟ لا خالص. جروس بعد ما اخذ الكونفدراليه، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعلن اقالته. شعوره كان ايه؟ هو مش اعلن اقالته، احنا بس هو عقد جروس كان بينتهي بنهايه الموسم، وما كانش نهايه الموسم كان بتاريخ، اعتقد ان كان ب1/6 ينتهي تعاقده او حاجه زي كده، فلما الكونفدراليه انتهت بس عقده انتهى يعني. كان عنده، طب هو كان شعوره ايه؟ ما عارف ان هو يعني كان عنده احساس ان هو لسه هيكمل، خد بطوله قاريه،
فالطبيعي اللي هو يكمل ولا هو؟ بص هو مدرب محترف في الاول في الاخر وانت في كوره فيها متغيرات كتير، فيها اراء، اللي انت شايفه صح انا ممكن اشوفه غلط والعكس. انت في الكوره متوقع اي حاجه، منتظر اي حاجه. لما مرتضى منصور طلع قال ان انا قلت له تعالى اكرمك وهديك الشيك، هو رفض وراح في نادي الصيد. هل ده عشان مش عايز يقابل مرتضى منصور، ولا ده كان سببه ايه اللي هو مش عايز يبقى موجود؟ بص هو بس الموضوع كان فيه سوء ترتيب ما بين الاطراف كلها، بس فسوء تفاهم كل قصه. اللي هي ايه سوء التفاهم؟ يعني الميعاد اللي كان هيبقى راجل موجود فيه ما كانش مترتب له من قبل كده، فاتكلم في وقت قصير، يعني ترتيب اللقاء يعني. بس في 2020 بعد رحيل كارترون كان في كلام ان جروس ارجع تاني نادي الزمالك، هو قال اللي هو عامل عمليه قدام شهر. هو كانش حابب يرجع عشان برضو المجلس، ولا هو كان الموضوع ايه بالظبط؟ شوف هو على طول جروس عامل نجاحات في نادي الزمالك، فطبيعي ان هو في اي فتره يبقى اسمه مطروح، لكن زي ما قلت لك هو برضو مش هي يعني بيفكر في الموضوع وبيحسب الموضوع من كل الاتجاهات، لكن ما وصلناش لمرحله ان هو خلاص موجود وبعدين هو قال لا. يعني طب كان يعني كان بيبقى رفضه لايه؟ لسبب يعني كان مش رفض معين؟ كان ممكن يبقى يعني مجرد بدايه كلام، مش 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 الاتجاه اللي احنا عايزين جروس، او ان احنا يعني فاهم اقصد ايه. لكن تفاوض ان انت تكون موجود وهو قال لا في الاخر، لا ما حصلش. طب هو حابب اصلا ان هو يعمل تجربه زي دي تاني، ولا بالنسبه له الموضوع صعب؟ هو اكيد كان سعيد في تجربته نادي الزمالك، بالجمهور، بالنجاح اللي حصل، بحب الجمهور اللي هو حاسه. لكن طبعا هو يحب يكون موجود او لا، ده قرار طبعا شخصي يرجع له بعد ما يدرس كل التفاصيل. يعني كوستا اللي هو تحت السن اللي بيلعب دلوقتي مدافع في نادي الزمالك، الناس كلها على السوشيال ميديا منبهرة بيه واحتفال وطريقه احتفاله مع اللعيبه وبعد اي هدف، حاسس اللي هو معنى البلد، يعني اللي هو زملكاوي ومتربي في الزمالك. عايز اعرف بس منك الاول، ازاي عرضته على نادي الزمالك واقنعت بيه المسؤولين، وشايف كوستا ازاي مع نادي الزمالك؟ شوف هو كوستا لعيب متاسس في البرتغال، البرتغال من اكبر المدارس الكرويه في العالم. واحد لعيب اخده بنفيكا حطه في نادي تابع ليه عشان يبقى تحت عينه، عشان يتابعه، عشان حابب ان هو مشروع ليه. احنا وصلنا لاتفاق ان الولد يكون موجود في نادي الزمالك. يعني الانديه بره بتبقى في انديه تابعه ليها عشان طبعا عشان تدي فرصه للاعيبه ان تلعب. فكره الانديه اللي بيعملوها عندنا في مصر اللي هو يبقى في نادي ليه في الدرجه الثالثه والرابعه، دي فكره عاديه زي ما النادي الاهلي عامل الفتره الاخيره، فهم كانوا عاملين الموضوع بالشكل ده. احنا يعني وصلنا لصيغه ان الولد يكون موجود في نادي الزمالك. حلو. انت عارف اللعيبه الصغيره هي استثمار رقم واحد، اكيد حاجه للمستقبل، وانا اعتقد ان هو حاجه هتفيد نادي الزمالك على المدى الطويل، يعني سواء ان هو يكون موجود في الفريق او ان هو يتباع او ان هو يكون استثمار يعني. طب هل في نسبه اعداد بيع للنادي البرتغالي؟ بس انا مش متذكر هي كام بالظبط. في نسبه اعداد بيع لنادي الزمالك. وصلنا للموضوع ده ان نادي الزمالك اخده فري، هو جاي الزمالك فري، جاي الزمالك فري مقابل نسبه اعاده بيع للنادي البرتغالي. النادي الزمالك ما دفعش فيه اي حاجه خالص، لكن زي ما يعني احنا اقنعنا النادي بالمشروع بتاع نادي الزمالك، وان هم ممكن يستفيدوا بوجود الولد في نادي الزمالك واعاده بيعه في المستقبل، وده اللي حصل. طب هل في مثلا بند اللي هو بعد كذا موسم ممكن يحقق نادي البرتغالي اللي هو ياخده، ولا لا 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 مفيش؟ لا لا هو مفيش غير نسبه اعاده بيع بس. هو يعني عقده لاعب نادي الزمالك لمده 4 سنين. جوميز اتكلم معاه او حاجه يعني، ولا اللي انا عارفه ان جوميز معجب بالولد. طبيعي ولد في السن ده محتاج ياخد ماتشات، محتاج ياخد خبرات، محتاج يتطور، بس هو عنده الاساس اللي يقدر يعمل بيه حاجه مع نادي الزمالك. هل جوميز بعده بالمشاركه اساسيا الفتره الجايه ولا لسه؟ هو ما فيش مدرب يقدر يوعد اللعيب ان انت تشارك اساسي ولا لا، بس المدرب بيبقى شايف اللعيب فين، بيحاول يطوره، بيحاول يشتغل عليه، واللعيب بقى هو اللي يمسك في فرصه يعني. هندخل لملف مهم جدا، وهو ملف الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق نادي الاهلي. في البدايه كده عايز برضو اعرف منك، ازاي اقنعت مارتن يول كاسم كبير في عالم التدريب ان هو يجي النادي الاهلي؟ هو طبعا كان عنده فكره عن الكره المصريه، مش فكره كامله. لما نادي الاهلي احتاج مدير فني، انا سافرت له وقعدت معاه واتكلمنا وشرحت له المشروع ونادي الاهلي والجماهيريه وكل حاجه، وهو حس ان الموضوع رايح نادي كبير، فابتدينا نتكلم مع نادي الاهلي وعرضنا الاسم على نادي الاهلي، ونادي الاهلي طبعا رحب ان مدرب بالاسم ده يكون موجود، وابتدينا نوصل لصيغه اتفاق في العقود، ونجحنا ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. طب ايه ابرز يعني
كانت الحاجات اللي ممكن كانت الصفقه يعني ما يتمش ان هو يبقى مدير فني النادي الاهلي؟ هل في حاجات كانت عقبات كده في الكلام خالص؟ ما تنساش ان هو اكبر العقود اللي في اوروبا من البريمير ليج بيدفع ارقام كبيره الدوري الالماني. هو بيلعب بيبعت احنا برضو وصلنا لان هو يقدر يقلل ارقام مبالغه، يقدر يقلل فلوسه عشان نقدر ان هو يكون موجود في نادي بقيمه وجماهيريه النادي الاهلي. والراجل ده شاف ده، ولما جه في مصر لمس ده في كل حته موجود فيها. وانا برضو في وجهه نظري يعني ان التجربه دي برضو ما خدتش حقها، وكان في اقدر اقول تسرع في الحكم عليها. لان انا هقول لك مارتن يول جاء النادي الاهلي في شهر 3 2016، كان الهدف من وجوده في التوقيت ده ان احنا نجهز الفريق للموسم الجديد. وهتاخد بالك ان مارتن يول هو قبل ما يمشي هو اللي تعاقد مع علي معلول، تعاقد مع جونيور اجاي، اكرم توفيق، محمد الشناوي، واعتقد مش فاكر مين بقيه اللعيبه، بس اعتقد دول الحاجات الاساسيه اللي اعتقد اثرت في نتائج النادي الاهلي بعد كده، وفي اداء النادي الاهلي، ومن اللعيبه اللي ركايز في النادي الاهلي دلوقتي. فاعتقد ان هو لو كان الامور كانت احسن او ما كانش في تسرع للحكم الموضوع، كان الموسم الجديد هيبقى مختلف تماما. كان رده ايه ساعه المشكله اللي حصلت بين الجماهير واللعيبه في النادي الاهلي فرع مدينه نصر؟ كلام كتير طلع ان السفاره حذرته ولازم يمشي. لا مفيش كل عايز نعرف الموضوع ده كان ايه. مفيش تحذير حصل ولا حاجه، بس طبعا كان بالنسبه له موضوع غريب يعني. كان هو بالنسبه له موضوع غريب طبعا. طبيعي يعني، اكيد حتى كان غريب بالنسبه للعيبه وبالنسبه لكل الناس، لكن موضوع تحذير ومش تحذير لا حصل. ما حصلش. طب قال لك ايه ساعتها يعني بعدها اتكلمت معاه؟ قال لك ايه؟ لا هو عارف الجمهور النادي الاهلي قد ايه بيحب النادي وقد ايه بيعشق النادي، ويعني بس طبعا ما كانش متخيل ان ممكن حاجه زي كده تحصل، بس يعني لكن ما كانش فيه مش المشكله يعني. قال لك ايه بعد ما قرار الاهلي اللي هو برحيله؟ لا هو احنا وصلنا لاتفاق ان يعني الامور ما تكملش يعني، بس لكن هو لغايه دلوقتي هو سعيد بتجربته، سعيد ان هو كان موجود في النادي الاهلي، شايف ان هو كان في نادي جماهيريه كبيره جدا، جمهور بيعشق النادي بطريقه مش طبيعيه، فهو سعيد طبعا بالتجربه طبعا. هدخل لملف مهم جدا وهو ملف علي معلول. انت كوكيل ازاي اقنعت الاداره انها تتعاقد مع ظهير ايسر وعلي معلول واجنبي؟ فايه اللي حصل؟ قول لي الموضوع بالظبط بقى اللي حصل. شوف فيه. الفتره دي كان النادي الاهلي عنده مشكله في الظهير الايسر. تمام. وكنا بنحاول نشوف مين ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي. في الفتره دي انا عرضت علي معلول على النادي الاهلي وعلى مارتن يول وعلى المسؤولين في النادي الاهلي. طبعا ابدوا اعجابهم بعلي وبامكانياته وتاثيره في الفريق. والمفاجاه ان كان في يعني شخص في النادي الاهلي كان معترض على وجود علي معلول. مش معترض؟ مش اعتراض فني. معترض ايه؟ في الفتره دي كانت الاجانب 3 اجانب بس، فكان الاعتراض ان احنا نجيب اجنبي في مركز الظهير الايسر او الباك ليفت يعني. فانا حتى يعني ايه واحنا يعني حد مسؤول في يعني حد موجود دلوقتي حاليا في النادي الاهلي؟ لا مش موجود دلوقتي. هو ما كانش اعتراضه على علي، بس عشان برضو اوضح الكلام، هو مش معترض على وجود علي معلول، هو بيقول ان احنا 3 اجانب فممكن نستفيد بيهم في مركز تاني. ردك كان ايه؟ لا انا قلت ان تاثير علي معلول في النادي الاهلي هيبقى هو تاثير ابو تريكه او قريب من تاثير ابو تريكه في النادي الاهلي، واحنا قاعدين في القعده انا قلت الكلام ده يعني. يعني كان مين اللي موجود في القعده؟ بعيدا عن تفاصيل مين موجود في القعده، بس ده اللي حصل. طبعا كمارتن يول موجود وانا قلت الكلام ده واحنا بنتفاوض يعني، لان انا اللي كنت عارض علي وانا اللي كنت بتفاوض معاه وانا قلت الكلام ده، واعتقد ان الايام اثبتت ده. طبعا. طيب المفاوضات بقى حصلت ازاي ما بينك وبين الصفاقسي التونسي؟ هو خاصه اللي كان بيتقال ان علي معلول رفض ان هو يمشي من الصفاقسي بالشرط الجزائي، هل ده فعلا حصل؟ علي معلول ابن الصفاقسي، فكان حابب ان هو يخرج بشكل يليق بيه وبناديه، وما كانش حابب ان هو يستخدم الشرط الجزائي، وعلى اساسه سافرت تونس. يعني بالفعل هو رفض ان هو يمشي بالشرط الجزائي؟ مش موضوع رفض، هو قال ان انا افضل ان انا اخرج بشكل يرضي المسؤولين في نادي الصفاقسي، مش ان انا ادفع الشرط الجزائي وامشي. بس واحنا احترمنا ده طبعا. كان الشرط الجزائي كام اصلا؟ اعتقد كان 500,000 دولار. 500,000 دولار اعتقد. تمام. وما كانش حابب ان هو يعني احتراما لناديه اللي عمل اسمه واللي هو طالع منه،
واحنا احترمنا ده، وانا سافرت ساعتها تونس وقابلت المسؤولين في نادي الصفاقسي احتراما لرغبه علي معلول وتفاوضنا. طبعا نادي الصفاقسي كان بيحاول ان هو يطلب ارقام كبيره، لكن احنا وصلنا طلب كام؟ لا طلب طبعا ارقام، كان احسن لعيب في الدوري التونسي في ساعتها. ايوه ماشي، طلب كام؟ اعتقد طلب مليون او مليون وحاجه اعتقد، يعني انا مش طبعا الرقم بالظبط كام ساعتها. وبعدين وصلت لكام في الاخر؟ اعتقد خلاص الموضوع حوالي 600,000. 600,000 دولار اعتقد يعني. بس يعني هو طبيعي ان انت ممكن كنادي تخلص لعيب برقم اكتر من الشرط الجزائي؟ هو في نقطه مهمه، بس مين اللي من حقه يستخدم الشرط الجزائي؟ اللاعب. فلو اللاعب مش عايز يستخدم الشرط الجزائي هتعمل ايه؟ هتضطر ان انت تروح تتفاوض مع النادي. سؤال الناس بتساله برضو، ما بيبقى الوكيل وكيل المدير الفني، فبيكون يعني دخول صفقات على الفريق اللي هو فيه بيكون اسهل. انت كوكيل وضح لي الصوره دي، يعني الناس عايز تفهم الموضوع ده برضو. شوف انا كوكيل لما بجيب مدرب، المدرب بالنسبه لي مش زي ما بجيب لعيب، لعيب انا عايزه يلعب كويس. اكيد طبعا. فريق كسب، فريق بيخسر، اهم حاجه انا عايز اللعيب يكون اداؤه مناسب للفريق، بيعمل اقصى حاجه، بيعمل الفرق. تمام. لكن لما بتجيب مدرب بالنسبه لي مشروع، عايز المشروع ده ينجح سواء عن طريقي او عن طريق اي حد تاني. وهديك مثال، يعني مارتينيو لما كان موجود ساعدت في الصفقات بدون اي قيمه ماليه ليك. تماما. يعني مثلا صفقه محمد الشناوي، انا كنت بتكلم عن محمد الشناوي في التوقيت ده عشان يبقى موجود في النادي الاهلي عشان تساعد المدير. يعني انت بالنسبه لك اللي هو لو حد كويس ومعروض على المدير الفني يدخل معاه. وانا ماليش، وانا ما كنتش وكيله بس حاولت ان انا يعني كان لي علاقه بمحمد الشناوي اتكلمنا عشان يكون موجود في النادي الاهلي. حلو جدا. جونيور اجينا، كنت لسه مخلص علي معلول في مع النادي الصفاقسي، فطلب مني ان انا كان في علاقه ما بيني كويسه ما بين الناس، فحاولت ان انا اتفاوض في موضوع جونيور اجي مع الصفاقسي عشان يخلص. ازاي اقنعت بقى احمد حجازي يسيب الدوري الانجليزي ويجي الدوري السعودي؟ هو كان في الوقت ده اتحاد جده. شوف اولا انا عايز بس اقول حاجه، ان حجازي من احسن الشخصيات ومن اكثرهم احترافيه، لعيب بروفيشنال في كل حاجه، سواء في ادائه في تمرينه في تعاقداته. في التوقيت ده كان نادي اتحاد جده طلب مني ان هم محتاجين مدافع، فطبعا انت عارف نادي اتحاد جده نادي كبير، حاولنا نشوف حد يليق باسم ومستوى نادي اتحاد جده، وعرضت اسم احمد حجازي. وطبعا كان في ترحيب كبير، بس كانوا شايفين الموضوع صعب ان هو يتم في التوقيت ده. هم كانوا شايفين ان هو صعب. صعب ليه؟ لان كان القيد انتهى في انجلترا، وكان القيد ما زال مفتوح في التوقيت ده في السعوديه، فهل النادي هيقدر يستغنى عنه او لا؟ هي دي كانت نقطه الفصل، النقطه اللي شايفين ان هي صعب. وتم تفويضي من نادي اتحاد جده ان انا اتفاوض مع احمد حجازي، مع وست بروميتش واحمد حجازي، ووصلنا لاتفاق مع وست بروميتش، واخدنا منهم موافقه ان احنا نتفاوض مع حجازي، واتكلمنا مع حجازي اتكلمت مع احمد في الموضوع. واعتقد ان هي كانت خطوه موفقه سواء بالنسبه له او بالنسبه لاتحاد جده، وهو بوجهه نظري احد اساطير اتحاد جده وليه بصمه كبيره جدا في الكره السعوديه واتحاد جده. فتره بقى احمد حجازي بعد اتحاد جده السنه دي موجود، وبعد الاصابه بقى موجود في دوري الدرجه الثانيه اللي هو السعودي. انت شايف الخطوه دي ازاي؟ انا شايف ان نيوم مشروع للكرة السعودية، نادي معمول عشان يبقى حاجة كبيرة، في دعم كبير للنادي، فهو جزء من مشروع هيقعد سنتين ثلاثة. هو عقده 3 سنين مع نيوم ولا؟ اعتقد، انا مش عارف، انا مش انت لا 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 عشان اللي وديت احمد حجازي هناك، بس انا بتكلم ان مشروع نيوم مشروع بدأ كبير، فان احمد يبقى من حجازي يبقى جزء من المشروع ده ما فيهاش اي حاجه خالص. اعتقد ان هو هيصعد بالفريق ويبقى موجود معاهم السنه الجايه وكل حاجه. خلال كل فتره انتقالات يجي اسم احمد حجازي النادي الاهلي، هل في وقت من الاوقات النادي الاهلي يتكلم احمد حجازي؟ انا مش وكيل احمد حجازي، انا كل اللي عملته في التعاقد مع اتحاد جده، اتحاد جده طلب او كان في الفتره دي بيدور على مدافع، فانا رشحت احمد حجازي وكلمته بحكم علاقتي بيه ووصلنا لكن انا مش وكيله. لا. ملف زيزو احد اهم لاعبي نادي الزمالك الفتره الحاليه، في يناير 2017 كان اعاره من ليرز البلجيكي لمدريد البرتغالي، في 2018 حصلت المشكله ان زيزو بقى فري. ازاي حبشي اقنع مسؤولين في نادي الزمالك ان زيزو يكون موجود، وعلى ما اعتقد في فتره 2018 ما كان بدون نادي. عايز اعرف القصه منك ايه. شوف انا اشتغلت مع زيزو في 2000 وفي يناير 2017 اشتغلت، انت اللي كنت موديه من ليرز الناشونال مدير.
وكنا ساعتها اتكلمنا مع الباشمهندس ماجد سامي ووصلنا لاتفاق انه ان زيزو يروح اعاره لمديرة وراح 6 شهور عمل 6 شهور كويسين جدا. وبعدين نادي موريرينز اشتراه من ليرس بعد الموسم الاول ليه في موريرينز. رجع اجازه حصلت له مشكله في الاقامه وما عرفش يرجع البرتغال من تقريبا شهر ابريل او مايو. مشكله في الاقامه اعتقد في الاقامه او في يعني حاجه حصلت معاه ان هو يقدر يرجع البرتغال تاني ما قدرش يرجع البرتغال من بعد ابريل او مايو 2018 وفضل طول الوقت ده في مشكله. في التوقيت ده كان جروس مدير فني نادي الزمالك وفي يناير 2019 او ديسمبر 2018 يعني فتره الانتقالات دي انا اتكلمت مع زيزو واتكلمت مع مسؤولين في نادي الزمالك واتكلمت مع جروس قلت لهم ان هو موهبه كبيره جدا في ظروف حصلت لكن هو هيعمل فرق وهيكون حاجه مؤثره في نادي الزمالك وهو كل يوم بيثبت ان هو يعني لعيب كبير وان هو قيمه كبيره في نادي الزمالك لعيب مؤثر. طيب انت كوكيل ازاي اقنعت المسؤولين في الزمالك ان لاعب بقاله 6 أو 7 شهور ما بيلعبش ان هو يجي النادي؟ انا عارف امكانيات زيزو كويس جدا عارف ايه اللي ممكن يعمله مع نادي الزمالك حاولت اوصل ده للمسؤولين في نادي الزمالك وهم اقتنعوا بالفكره وخصوصا ان احنا المبلغ اللي جاي بزيزو ما كانش مبلغ كبير طبعا كان 300 كان 200,000 يورو 200,000 يورو حاجه كده فاهم. ففي التوقيت ده كمان كان المبلغ كان مش كبير. الزمالك اخذ المخاطره وهو انا جزء من نجاح زيزو شخصيته فانا عارفه وعارف شخصيته هتبقى عامله ازاي عارف هو ممكن يعمل ايه وده اللي انا حاولت اوصله للمسؤولين في نادي الزمالك واعتقد ان هو اثبت ده. شايف ايه يعني ايه الشخصيه بقى اللي في زيزو الناس عايزه تعرفها؟ الشخصيه اللي تخلي زيزو يبقى في الاستمراريه دي قول لنا بقى يعني شخصيته ايه زيزو؟ راجل بيحب التحدي محافظ على نفسه وعايز يبقى احسن كل يوم بيطور نفسه كل يوم بيتمرن بطريقه يعني بروفيشنال جدا وهو بروفيشنال في كل حاجه في حياته يعني وده اللي وصله هو فيه وكل ما بيوصل لحاجه بيبقى عايز يوصل اكتر في هدف تاني في هدف اكبر وده اللي وصله اللي هو فيه. زيزو الناس اللي بتتكلم كل فتره طبعا بيجي عروض فتره ساعه ما تم تسريب العقود لزيزو تسريب عقده ان هو بياخد عقد كبير بقى فتره للعروض. زيزو بقى في الوقت اللي تم تسريب فيه العقد بتاعه ما اتكلمت معاه كان شعوره ايه؟ شوف في حاجات انت برضو مش هتقدر تسيطر عليها فاهم حاجه ما تقدرش تقول هي الغلط فين او تعمل فيها ايه ف يعني ما اتكلمناش كتير في الموضوع يعني. في يناير 2024 تحديدا يعني محمد حبشي جاب عرض من نادي الشباب السعودي لنادي الزمالك رحيل زيزو كان اعتقد كان مبلغ 6 مليون دولار كان تقسيط. ايه اللي حصل وكان ايه يعني ان الزمالك رفض عرض كبير زي ده وكان وشايف انت ساعتها يعني القرار كان صح ان الزمالك رفض ولا المفروض كان الزمالك يسمح لزيزو بالرحيل؟ شوف هو احنا في يناير 2024 جبت لزيزو عرض من نادي الشباب السعودي بقيمه 6 مليون دولار من نادي الزمالك مع مكافئات بالمكافئات ممكن يوصل ل 8 مليون ونادي الزمالك تمسك بزيزو كان تقسيط على كام جزء؟ جزئين ولا ثلاثه؟ اعتقد كان جزئين ونادي الزمالك تمسك بزيزو وكان معروض على زيزو عرض كبير جدا مالي ليه شخصيا. هل فعلا كان 2 مليون دولار؟ مش هقدر اقول رقم بس هو مبلغ كبير جدا. مبلغ كبير اتخطى الرقم ده ولا مش يعني مش هبقى اقارن بس هو اكتر من الرقم ده ونادي الزمالك يعني كان متمسك ان زيزو كان موجود وهو التزم يعني. شايف ان القرار ده صح ان الزمالك رفض ان هو يبيع زيزو؟ الموضوع ليه ابعاد كتير. اولا زيزو قيمه كبيره في نادي الزمالك لعيب مؤثر لعيب جمهور بيحبه فانت لازم كاداره توازن هل انا اخليه واجدد له ولا كانت القرار الصح ان انا ابيعه واقدر اعمل حاجه دي محتاجه نادي الزمالك بقى يوزن هو اللي يرد على الموضوع. طبعًا. انا وجهه نظري ان في التوقيت ده كان مبلغ كبير لنادي الزمالك واستفاده كبيره لنادي الزمالك يعني. يعني كان الافضل لزيزو طبعا وجهه نظري. شايف ايه اهم صفه تكون في الوكيل الناجح؟ الصدق طبعا. الصدق طبعا لازم يكون صادق وواضح في كل المعلومات اللي بيقولها. والوضوح وامكانيه الاقناع والتفاوض طبعا دي حاجه مهمه جدا في وكله ممكن يكونوا بيقولوا كلام عكس الموجود. اكيد طبعا اكيد
صالح اللي هو يخلص صفقة طبعا، بديك معلومات مش مظبوطة او اقول حاجة للعيب مش مظبوطة او كعاد طبعا. ما هو انا زي ما قلت لك هو مجال زي اي مجال شغل، في ناس اللي تقدر تعتمد عليها، الناس اللي ناجحة، وفي ناس تانية مش العكس يعني، وده في اي مجال مش موضوع الكرة بس يعني. بس مين اللاعب اللي يكون له مستقبل كبير في اوروبا؟ اعتقد ان عمر مرموش قدامه في الفترة الحالية والتوهج اللي هو فيه، ان هو قدامه ما شاء الله يعني قدامه فرصة كبيرة ان هو يعمل حاجة كبيرة في اوروبا لو فضل على نفس التراك اللي هو فيه بنفس الالتزام بنفس الشغل اللي بيشتغله. وعندنا لعيبه كتير ممكن تروح تعمل فرق يعني، اعتقد ابراهيم عادل لو اخد فرصه في اوروبا وبتركيز بشغل مليون في الميه ممكن يوصل لحتت بعيده برضه يعني. اعتقد موهبتين كبار ممكن يعملوا حاجات كبيره في اوروبا يعني. طيب انت كوكيل ازاي بتقدر تحافظ على العلاقه بينك وبين الاداره، ولو في لعيب في نفس النادي تكون برضه العلاقه تمام يعني ما بين الاثنين في نفس الوقت؟ اللعيب والنادي كل واحد عليه حقوق وواجبات. حلو. لو كل واحد عمل الواجبات اللي عليه وأدى حقوقه يعني واخد حقوقه زي ما بيقولوا ما خلاص. لو محمد حبشي بامكانيه عنده الامكانيه ان هو يتعاقد مع مدير فني عالمي هيكون مين وليه؟ يجي الدوري المصري. يجي الدوري المصري يعني. اعتقد مورينيو ممكن يعمل ممكن يعمل حاجه مع لو كان في الاهلي او في الزمالك مع الجماهيريه دي ممكن يبقى ليه تاثير وشكل كبير في الدوري المصري يعني. طب تفضل يروح اهلي ولا زمالك؟ وجوده في الدوري هيعمل تاثير كبير يعني سواء هنا او هنا يعني. طب مش هتجيبه؟ يلا يلا بقى محتاجين ميزانيات مفتوحه نقدر نعمل بيها الكلام ده يعني. والله يعني حبشي انا اتشرفت بوجودي معاك والحوار كان ممتع كالعاده، واتمنى لك التوفيق والنجاح في الجاي. الشرف ليا وانا بشكرك وبشكر في الجول ان انا كنت موجود معاكم النهارده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حوارتنا مع محمد حبشي وكيل لاعبين. انتظرونا في حلقات تانية. سلام.